السلام عليكم سيدنا، اجركم الله البركه في راسكم في التعليم المغربي. غدا ان شاء الله غنفلو في المحطه ديال سلاطه بريكت، وان لم تحضر في وقت السفر فلن تقبل منك شكايه. صافي راه غسلناه كفناه دوشنا ليه حسنا ليه، وغدا ان شاء الله غندفنوه. مشى التعليم خلا. عقلتو دوك الايامات الاولى اللي ملي كنا كنقراو، شنو هي اول جمله كانوا كيقريوها لنا في المدرسه؟ اكل الولد الخبز. اكل باش تعرفنا حتى لا حاشا مالو جابوني. اكل الولد الخبز ضرب، يعني افعال ديال 5 سنين 6 سنين ديال الحبس. التعليم ديالنا داك العام دوزناه كله اضرابات، اضراب تابع على اخر، شي نهار غينوض لي ضرب حتى هو يدير لي ضرب. كثروا عليه. وديك النهار المعلم صديق ديالي قلت ليه الاستاذ مصطفى علاش نتوما دايرين لي ضرب اليوم؟ قال لي والو عرش قاتلينا اليوم الجمعه عزيز عبد الله، قلنا نجلسوا شويه. اي عزيز عبد الله راه خاصك تخدم ماشي تجلس. اي ماشي تجلس، خاصك تخدم، خاص الحركه فيها البركه. وباش زادوا كفسوا على التعليم جابوا ليه المخطط الاستعجالي. هذا راه باين من سميتو مريض حتى هو، يلاه جاي من المستعجلات، خارج من مريزكو باغي تصلح به انت التعليم. والاصلاح راه كيبغي يتبنى من الاساس، ماشي هما دابا في الاصلاح كتلقاهم حتى كيدوزوا الشانطي ويدوزوا الزفت والتروطوار، عاد كيتفكروا الواد الحار. رغم ان الواد الحار هو من اولى الاولويات عند الشعب المغربي. راه كيعرض عليك شي واحد للدار، كتدخل عنده كتسولو على بيت المفينجا قبل ما تدخل للصالون، يعني حتى كيدوزو. الاصلاح خصو يبدا من الاساس. والا جيتي دابا تشوف، شوف دابا الشينوا سبحان الله العظيم، كتلقى شينوي قد هكا قصير بحالو بحال سميتو، كتلقاه قد هكا سميتو هيو، لي قد هكا سميتو تسو، حنا كتلقى فيه مترو و96 سميتو الحسين نايت احمد بالعيد والحاج. هذا راه سميتو كامله تفرقها على مو بالليل في الشينوا. كتلقى شينوي فيه شوي البركه وصنع صاروخ صنع طياره، حنا كتلقاه قدو قد دخلوا وكل مول الحانوت فرزقوا. لا الشينوا خدامين كا الشينوا خدامين. دابا شوف سبحان الله العظيم، في الشينوا عندهم الحق انهم يولدوا جوج بركه، كيولد الاول الله يجعل الثاني كيخلص عليه الضريبه بحال الا داير محلبه، الثالث غيدخل به للحبس. شوفوا انا كون مشى الوالد عندي للشينوا كون راه تشد مؤبد شحال هذا، يعني ما كاينش داك الشيء محسوبين عدد الاولاد راهين بعدد داك الشيء. ما واللغه ديالهم دابا شحال من واحد كيقول لك لا الشينويه صعيبه معقده، لا اسهل لغه في العالم هي الشينويه. كل شيء حنا كنهضروا الشينويه، عرفتي اش مقيتها؟ نهيت صونا هايت صونا هايت سنيت، يعني الا كانوا غير جوج واحد ناعس حدا الاخر راه كيناقشوا الاقتصاد الصيني وانت ما جايب الدنيا اخبار. يعني الاشكال في الاصلاح خصو يبدا من لاباز. داكشي علاش كنشوفوا شي مسؤولين عندنا في التلفازه ملي كيبانوا كتلقاه كيهضر لك نص ساعه ثلث ساعه على الاصلاح ما كتفهم فيها الذي بعته. وسنقوم على بناء مجموعه من المخططات المنهجيه التي تنطلق من اساس دعم استراتيجيه خاصه في اطار ستيبومولوجيا السياسيه. هذا من جهه، اما من جهه اخرى الله ودي فهمنا احنا بعد هذه الجهه ما بقى لنا غير هذا. شرح لينا بعد هذه الجهه نستوعبوها مزيان. اما من جهه اخرى فقد قمنا بمجموعه من التخطيطات التي تنبني حول ما يسمى بالحكامه الجيده، ان التدبير المعقلان والحكام لا امران يقتضيان من هذا في اطار، اما من اطار اخر فيمكن البحث في الله اعلم. يعني كتلقى كيهضر ساعة الله روب 3 سوايع 4 سوايع على الإصلاح ما كاين والو. وشفت دابا الانتخابات، دابا الانتخابات فيما كتقرب الانتخابات كيكثر الإصلاح، كيكثروا المحسنين. أنا في نظري هذه الانتخابات كون غير ردوها حملة ديال النظافة كون راه تنقات البلاد شوي. عندنا 40 حزب وحتى واحد ما جمع علينا الزبل. وشوف سبحان الله العظيم دابا ملي كنا كنقراو كتلقى ديما واحد الجروب اللور ديال القسم كيسولنا الاستاذ شنو باغي تولي ملي تكبر؟ ساس مهندس، ساس بيلوت، طيار، شحال حنا من ملي كنا صغار. المخير في دوك الطبا دابا راه كيبيع سيكوك ولا كيبيع التمر في شي قنت اخر. عينا ما نحلمو ملي كنا صغار، ولكن كتكون ديما واحد الطبقه في اللور ديال القسم ما كيهزوش صبعهم، ما كيشاركوش، ما كيديروا حتى حاجه. هما اللي كينجحوا ويجيبوها في الانتخابات.